ما هي النتائج؟ ما هي النتائج؟ في خلال عمر هذا المجلس، في خلال عمر هذا المجلس أخذنا 5 بطولات، منهم 2 دوري واثنين سوبر وواحدة كونفدرالية. احنا بطولاتنا اكتر من اي نادي في مصر، واذا كان الناس بتتغنى بالكابتن صالح سليم رحمة الله عليه وهو رمز وظاهرة، فهو صالح سليم كان بيقول انا يهمني ابني فرقة، ما يهمنيش انا عندي دولاب مليان كؤوس ومليان بطولات. انا خسرت بطولة كاس مصر ماتش فاينل، انا لعبت فاينل كاس مصر، حاصل على الدوري، خرجت من بطولة افريقيا، وهي حدثت عشرات المرات من بداية اشتراكنا في بطولة افريقيا. لم تحدث مأساة، النادي الاهلي لا يصارع على البقاء في الدوري، ولم يصل الى المركز السادس والسابع، وما خرجش في دور من الكاس في دور ال 32. النادي الاهلي بيخش اي بطولة بينافس عليها لاخر ساعة.